اوكي كاراتيه سوت جريد 5 يونت 2 ليسون 3. في يونت 2 في ليسون 3 بيعلمنا الرياضات والاماكن والمعدات equipments المعدات بتاعتنا اللي بنستخدمها في كل سبورت في كل رياضة. يعني كل رياضة ليها ألعاب معينة وليها معدات معينة وليها أماكن معينة. أوكي كاراتي سوت بدلة الكاراتي كاراتي سوت فوتبول بوتس فوتبول بوتس حذاء كرة القدم تنس بول تنس بول كرة التنس swimming goggles swimming goggles نظارة السباحة squash rackets مضارب كرة السكواش tennis court ملعب التنس football pitch ملعب كرة القدم swimming pool حمام السباحة high kicks kicking a ball هاي كيكس اللي هي ركلات عالية kicking a ball يركل الكرة rhyme يتناغم rhyme مكان place رياضة كونغ فو أفضل best حركات moves حوائط walls معدات equipment معدات المعدات equipment مش بننطقها بالإي بننطقها بالساوند بتاع الإي إيه equipment يعني كده يا ميس equipment برافو كده equipment هنا البويز دول أو الشيلدرن دول بيقولوا لنا مش بيقولوا لنا الرياضة اللي بيلعبوها بس بيقولوا لنا حاجات بتبين لنا إيه الرياضة اللي بيلعبوها فتعال نشوف هما هيستخدموا إيه عشان يتكلموا عن الرياضة بتاعتهم I love my sport. Kicking a ball on a pitch. Pitch is my favorite thing. يبقى هي وهنا بيعمل إيه؟ Kicking a ball بيشوط الكرة والمكان اللي بيروح فيه هو البيتش is my favorite place. عشان كده يبقى هو بيلعب أكيد لعبة الفوتبول فوتبول كرة القدم طب تعال نشوف البنوتة دي Being in a swimming pool and doing this sport is the best thing for me هو بقى هي بتشرح لنا بتقول ان swimming pool المكان اللي هي بتروحه دي افضل حاجة عندها الولد اللي بعده I like the way I can do lots of different moves بيعرف يعمل different moves حركات مختلفة I like high kicks best بيبقى افضل حاجة بيحبها هو high kicks الركلات العالية You have to play on a smart court Small court يعني ملعب صغير دايما لعبة الاسكواش بتتم في مكان بيكون ملعب الملعب ده محاط او حواليه في walls with walls all around حواليه كله في walls You have a small racket بيكون عندك مضرب صغير and you move very fast وبتمشي او بتتحرك بسرعة جدا بيبقى بيلعب squash I think it's an awesome sport and I practice a lot in the summer. They have tennis courts, عندهم ملاعب تنس, in the park and I go there with friends. يبقى اللعبة اللي بيلعبها هي لعبة التنس عشان هو بيلعب في مكان اسمه tennis courts. هنا هنستخدم في الجمل دي روابط الوصل اللي بنقول عليهم relative pronouns يعني بنستخدم where هنا بمعنى حيث وبنستخدم what هنا بمعنى لكي This is what I wear to play football البوتس This is what I wear اللي بلبسه to play football هنا البيتش This is pitch. This is where I play football. Pitch. This is where I play football. Where بمعنى حيسو المكان اللي بلعب فيه كرة القدم. Swimming pool. This is where I go swimming. This is where I go swimming. Goggles. اللي هي نظارات السباحة. This is what I wear to go swimming. This is what I wear to go swimming. Rackets.
This is what I use. اللي بستخدمه to play squash. What I use to play squash. Small court. This is where I play squash. This is where I play squash. Karate suit. This is what I wear to do karate. This is what I wear to do karate. High kicks. This is what I do. This is what I do. هذا ما أفعله when I do karate. When بمعنى عندما I do karate. طيب آخر حاجة عايزاكم تخلوا بالكم منها وأنا قلتها كذا مرة هي أنواع الألعاب بتاعتنا. اتفقنا مع بعض إن السبورتس أو الألعاب الرياضية متقسمة ثلاث أنواع. في ألعاب بتتم عن طريق البول، ألعاب الكرة، ألعاب البولز كرة، وفي ألعاب بتكون ألعاب منتهية بآي إن جي، يعني اسم اللعبة بيكون فيه آي إن جي، وفي ألعاب في سبورتس بتكون ألعاب اسمها ألعاب القوة. الألعاب القوة اللي بنعمل بيها حاجة بعيد عن الكرة، أي لعبة بنلعبها بعيد عن الكرة بنسميها ألعاب القوة أو ألعاب الحركات من غير كرة، دي نخليها على جنب. طيب اللعب اللي فيها كرة، الألعاب اللي فيها كرة زي إيه؟ زي الفوتبول، زي التنس، زي السكواش، كل الألعاب دي نستخدم لها الverb play. عشان كده في كتابكم مكتوب إيه؟ This is what I wear to play football. حطوا دايرة كده على play football. football أخدت play. طيب زي إيه ألعاب اللي منتهية بING sports اللي فيها ING؟ running, swimming, fishing, jumping, القفز، كل دي ألعاب فيها ING فبتاخد الverb معاها go. بصوا كده في البوك اللي عندكم في الجملة الثانية اللي مجموعة الثانية بتاعت السباحة. This is where I go swimming. حطوا دايرة على go لأن swimming بتاخد الverb معاها go. طيب بعدها أي ألعاب بقى فيها قوة، قوة أو ما فيهاش كرة بنستخدم لها الverb do. do karate, do kung fu, do جودو. أي ألعاب فيها قوة أو ألعاب زي مثلا do exercise التمارين العادية نحط لها الverb do. يبقى أنواع الرياضات بتاعتنا، في رياضة فيها كرة بنستخدم لها play، رياضة فيها ing نستخدم لها go، ورياضات فيها قوة الألعاب القوة نستخدم لها do. زي إيه ألعاب الكرة؟ زي مثلا football, squash, tennis، كل دي ألعاب كرة. زي ايه العاب الاي ان جي؟ زي سويمينج، رانينج، جامبينج، فيشينج. زي ايه العاب القوه؟ زي كاراتيه، كونغ فو، تاخد الفيرب دو. عشان كده لما نقول، بصوا كده نقول ايه، اي لايك بلاينج فوتبول، اي ويل جو سويمينج، اي ويل دو كاراتيه.